احنا هذه 4 ايام وحنا هنايا في المصحة وديما بقى في حالة مستعجلة وكنتسناو ربما تجينا شي دعوة باش نمشي ان شاء الله للمستشفى العسكري. ما عينا ما نتصلوا بالناس ولكن كما قلت لك الله يحسن عوان اي واحد مع راس السنة والناس مسافرة. كنا كنتسناو حتى اليوم باش تجينا شي اخبار من الادارة من الرباط لان صيفطنا رسالة للديوان الملكي وما جاوبنا حتى واحد. هاد العشيه ملي جينا باش ندخلوا نشوفوا الوليد قالنا الطبيب راه في حاله خطيره، دخلوا الداخل بقات يعدوا عينيه المركزه مزيان، داروا الاكسجين، داروا داك الشيء، ساعه قدام الامانه امنته توفى. ان لله وانا الى راجعون. نتمنى على الله الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين وكاع الاحبه والاخوان كل مره تيتصلوا وربي نطلبوا الله يشكرهم اللي عيط له واللي ما عيطش اللي تيسول في راه باب الجميع. هذاك راجل نكته، راجل خير، ما نقول لك ما نعاودش شنو داك الشيء اللي عنده تبارك الله. وانت الاخر وتدعم مع الجميع. انا اخر واحد دويت معاه هو انا مع شي قبل من الظهر مع شي الوحده وربع كنت عنده هنايا في المستشفى الداخل. هو كيهضر معايا على اساس بالله راه باقي الحياه، باقي كيهضر معايا عادي. وديك الساعه قول لي راه تيموت. اخر دعوه دعامه قال لي سير انا غطيكم بالرضا وفرشكم بالرضا ودعا معاه قال لي كون مزيان معاه كل شيء. انا قلت صابره ولا لاباس عليه. وملي مشيت هذه العشيه كنتلقى الخبر قال لك جيو راه تحتضر توفى الاجل ونتمنى الله يرحمه. لا كان حاله يرثى لها صراحه. هذه مده ومريض بزاف وغير في الامر انتم كتشوفوا ملي كيتوفى شي فنان ولا شي حد كتلقاه هو الاول كي ما كيشوفش وغادي ومصعب على نفسه ومريض. علاش؟ لان عزيز عليه الفن والفنانه وتيحب الجميع. قايز كنسق الاخبار شي واحد مريض اول واحد كيمشي ليه هو الولي. مع دابا العكس تحت ما جا يلاه بان ليا جواد الله يكثر خيره هو اللي بان ليا دابا هو اللي بان ليا في الاخوان الفنانه. ولكن ما لهمش الله يحسن العوان كل واحد مع راس السنه هذه والعلم الله شنو بهم. نتمنى الله الله يوفقهم للخير وهو الله يرحمه ويسع عليه وسمحوا لنا لا قلنا شي